السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ثروت على صفحة مانجمنت السما النودي يرحب بكم. إن شاء الله النهاردة هناخد المحاضرة 9 من دورة تعليم اللغة الروسية للمبتدئين بالمستوى الأول. عنوان الدرس أوروك بياتي، الدرس الخامس. أوروك بياتي، الدرس الخامس. هنبدأ كالعادة بروسكي الفافيت، حروف الهجاء باللغة الروسية. أ ب ذ غ د ج يو ج ذ إي إي كراتكا ق أو أم أم أو ب R S T U F H C Ç Ş Ş Tvyordy znak Tvyordy znak O Мягкий знак E U Я Слушайте, повторяйте, читайте. Слушайте, стемя, повторяйте, карра, читайте. Экро. Слушайте, повторяйте, читайте. Читайте, ли معنى экро. هنشوف مجموعة من الكلمات دلوقتي. مجموعة فيه هنا. هناخد مجموعة من الكلمات الجديدة. العمود الأول فيزا، فيزا اللي هي الفيزا، الفيزا اللي احنا بنقفل بيها حدود أي دولة مثلا. كوفي 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 convert convert ظرف prospect 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 مسرحية vicherom vicherom بالليل بيري ريف بيري ريف أضخ بيري ريف دي معناها اللي هي break فترة راحة شوف الفقرة ده موي أبيات موي أبيات غدائي موي بليت موي بليت تذكرتي فاش كوفي فاش كوفي قهوتي أو قهوة لا هي هنا موجهة لضمير للضمير في أنتم يبقى فاش كوفي أو ممكن برضو للضمير اللي هو صيغة الاحترام في يبقى أقول له قهوة حضرتك هي موجهة للضمير في بس في صيغة الاحترام مش هقول عليها أنتم ولكنها هنا موجهة في صيغة الاحترام فهقول قهوة حضرتك أو قهوتك بس في صيغة الاحترام فهقول له قهوة حضرتك فاش كوفي فاش كوفي فاش كونفيرت فاش كونفيرت ظرف حضرتك مايا فيزا مايا فيزا مايا فيزا الفيزا بتاعتي الفيزا بتاعتي في المحادثات دي بيقول لك ايه راسل شايت يا ديالوج
سكاجيتي أخبرني سيتشاس بيير ريف، هل دلوقتي فترة راحة؟ بيير ريف دي معناها فترة راحة. فقال له نيت، لا سيتشاس أوروك. نيت سيتشاس يعني أوروك. بيقول له لا سيتشاس الآن أوروك، درس يعني دلوقتي في درس ما فيش راحة. واحد بيسأل سؤال فبيقول إز فينيتي، معذرة أكدية أو دي تساوي معذرة أو إكسكيوز مي. أكدية فاش بليت، أين تذكرتك؟ تذكرة حضرتك فين؟ إز فينيتي، معذرة أكدية فاش بليت، أكدية أين فاش بليت، تذكرة حضرتك. فحد عليه قال له فوت، ها هي أون باجالوستا. فوت أون، ها هو ها هي التذكرة. باجالوستا اتفضل. سؤال تاني أو محادثة بسيطة تاني يوري جدي فاشا فيزا، جدي فاشا فيزا، جدي أن أين فاشا فيزا، الفيزا بتاعت حضرتك. فقال له فوت، ها هي مايا فيزا، فوت ها هي مايا فيزا، يعني ها هي الفيزا بتاعتي. سلو شايتيا استمع، بوفترايتيا قرب، شيتايتيا اقرا. شوف مجموعه من الكلمات الجديده، دينجي 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 دي معناها فلوس ماني. خيمك 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 دي معناها كيميائي. كينو 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 معناها سينما. كيوسك 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 اللي هي الكشاك الصغير اللي بتبقى موجود فيها مثلا مثلا زي دكان بجالة صغير كيوسك، او مثلا محل صغير بيبيع لبس اسمه كيوسك. فاي كشك بيبيع لبس او بيبيع مثلا اكل او شرب او حلويات او بقالة فنقول عليه كيوسك. محل بقالة مثلا او دكان صغير هو اسمه دكان. كلمة كيوسك دي بمعنى دكان. كيتاي 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 الصين، كلمة كيتاي دي معناها دولة الصين. بكين 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 العاصمة بكين. بيولوج 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 علم الأحياء. كينو تياتر كينو تياتر كينو تياتر دي معناها سينما. كينو تياتر سينما. كينو تنفع سينما وتنفع فيلم، تنفع الاثنين سينما أو فيلم. هنشوف الفقرة ب ناش كينو تياتر ناش كينو تياتر سينماتنا ناش كيوسك ناش كيوسك كوشيكانا ناشي كينو ناشي كينو فيلمنا أو سينماتنا. إيتا مايا سترانا إيتا مايا سترانا هذه دولتي. كيتاي الصين. فوت ها هي مويغورت مدينتي بكين بكين. هناخد هنا الصوتيات الخاصة أو سلسلة الحروف الساكنة ونطقها مع حروف المد. هناخد هنا النهاردة حرف لتسين. سلو شايتيا استمع، بوفترايتيا بوفترايتيا قرر، شيتايتيا اقرأ. حرف لتسين، حرف لتسين ده يقابل من الإنجليزية التي اتش. سا سا آتس سا سا. نلاحظ ان في شبه شوية لما اقول سا وصا. تو تو اوتس تو 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 اوتس تو
سو. برضو لما اقول سو بسو في وجه الشبه شبه شوية يعني. سي، لاحظ اننا ان احنا نطقنا الاي في المقطع ولو كانها اي. سي تي يتس سي سي. برضو في وجه شبه بين سي وسي. سي سي ايتس. هنا مكتوب لنا بيشيتيا اكتب، بيدرب لنا على كتابة حرف اللسان بس بالطريقة اللي هي بيكتب بيها الرؤوس زي ما قلنا التقارير.